صلاة المسبوق يعني وين ردي الحقل فظليث يفاد فظليث يتلحو وكذ الإمام يلحقد ويلحقد ركعة واثنات وثلاثة واربعة وخمسة الصلوات من الصلوات التراويح مضربين في الناس صلوات التراويح تفضي من القديم من الركعة دي التراويح نغير حقد الشفع نغير الوتر أدنك شوية تفاصيل بعد نجد الحوار إن شاء الله يوم ثم زوروث ده شو المعنى اسم المسبوق المسبوق يعني وين زوار صلاة الجماعة ما فاته أول الصلاة مثفث ركعة يعتبر مسبوق فركعة واحدة فصلت العشاء الساعة 4 ما يليون يشمد يفد نفذة زلطة زلطة الركعة الأولى يعتبر مسبوق ما يلا ثلاث مسبوق ثلاثة مسبوق أربعة مسبوق ولكن يوجد حاجة كنت سمي كثير إذا أدرك ركعة فقد تحصل أو تحصل على أجر الجماعة ما يلحقد يوثن الركعة فصلت الساعة العشاء الساعة 4 ما فوثنت ثلاثة يلحقد إقضاعات كان يوث يبوي أجر الجماعة ولكن ما تشيه من تسامي كذي ظل الجماعة كومبلي يعني أربع ركعات ولكن فضل الجماعة فضل الجماعة وإذا سيروا حالة طيب أدوى بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إناد صلي ما أدركت واقضي ما سبقك حديث رواه الإمام مسلم أين تقضع إدلوح قضاك ذي الإمام صلي فيه وين كفاثا أقضوث ترجمة يعني جلوبال مجملة صلي ما أدركت أين تقضع إدلوح قضاك صلي ذي الإمام وقضي ما سبقك أين كفوث ذي القاضي قضوث حديث وايض يستفقه ذي الإمام البخاري إناد إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة السلام قد قامت تصورها تزرد وعليكم بالسكينة والوقار فقنا هذا في درسنا عندما قد تزرد أصل قد قامت بعد من الكروس روح بالوقار بالسكينة يعني استاوين ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا أي مثل قضاء صلاة وما فاتكم فأتموا ذاك يوند فقضي وقضي ما سبقك ذاك يوند فأتم من هنا حصل خلاف بين العلماء في كيفية قضاء المسبوق يعني كيفية قضاء المسبوق لصلاته ولكن بعد تفكر طريقة ممكن يوني يسألتي ونسعى طريقة النظر نولي أترى هل خرجت من الفقه الإسلامي أم لم تخرج مث في غرس الفقه الإسلامي فلا حرج مثفق طبعا يجب أن يعالج طريقة ترقيعه للصلاة يعني من أمشي يرقع فظله طيب ثورا نفذو يوث ولكن قبل نفذو يعني الحالات اللي بروبابيليتي يكون ممكنة النبي صلى الله عليه وسلم يمرد إن إذا قد ظلم في الحال دفن الإمام ولا قرأ الترجوض ستادير ما في فرد أدي في يوم السجود أدي قمة سرجو أسأل رجوع أمشي على خد خاطئ أكيد في دفن الشم صار جميلة ثفت دي الركوع ركع ثفت دي السجود سجد ثفت بين السجدتين أي ظن الشم جالسا أكيد في دفن الشم في أي حال أتي دف طيب ألف إذا وجد الإمام ركع نفد الإمام ركع تبعني مليح ما نفد الإمام في حالة الركوع إذا قد كبر تكبيرتين الأولى للإحرام والثانية للركوع يعني مفرد الإمام كش ما تكلم مفرد الإمام في حالة الركوع هكا راكع صافي إنكيني وسيرد سير الرطار إلى أكبر تكبيرتين أدين الله أكبر تكبيرة الأولى للإحرام وقوفا ماشي تروح في حالة قيام خطر القيام ركن من أركان الصلاة صافي وفقد الإمام في حالة الركوع إن كيني
الكبرى تكبيرتين ثم زواروث الله أكبر ثقي بنية تكبيرة الإحرام سرك شما تظلث جوست أبري نيات كان الله أكبر أثر الله أكبر من بعد الله أكبر باش هذا الحقاق الإمام ذي الركوع هذا الحقاق ذي الركوع صافي ثم زواروث قرص تكبيرة الإحرام التكبيرة الثانية للركوع ولكن من ما يتوحس في الركوع الناد باللي مثل حقظ الإمام وهو راكع غسو تحذي هذا صورة الفاتحة صورة ثانية ذينا فقد أدركت ركعة أتتوحسب حسبيت ولكن من مي إلى إفسنك أضوضا الركبتينينك قبل أن يرفع الإمام من الركوع ما شات سمين من ذو مفهوم ماشي كنيات الله أكبر الإمام دي جاي والد يمكن بعد أضروح ها وهاي لا فاتي روح قال خير طارت روح ركع عني مفهوم يا جماعة الخير إشباع داود خطر مسألة مهمة جدا خطر ذيك وادي زعما ذي حرش هذه يقفز الإمام يروح هذي يرفس الركوع يقار الله سمع الله لمن حمده انسى رابيد زعما ذي الحقا كنا ذي قلت أوا خط ما ينفعش روح بالعقل روح بالعقل يعني إيلاق أتفسني أضوضن الركبتين ماشي قبل تصوض الله إلا قضوضني فسن الركبتين أكا ونتسى مازال دير فيه ولكن ما إلا من الكفريد نتسى أرفع من الركوع ونكيني ركعة الركعة فاتت إذن ما نفد الإمام في حالة الركوع ثلاث مسفان ثقي ألف با إذا وجدنا الإمام في حالة السجود نفثيد ساجد أيضا نكبر تكبيرتين سنثن تكبيرات الأولى للإحرام قياما مش تكبر ثم تروح تسجدين مباشرة هذه الله أكبر أني قلتها ثم زورث في السنث السجود وان كانت صبوها كني الله أكبر للسجود صافي سهل تكبيرة ما ننفد الإمام ما نفثيد قائما أو جالسا نفثيد إفد نفثيد يسجد في حالة نفثيد يقيم في حالة الجلوس أدعوه ما نفثيد إفد أي قار أما الصلاة الجهرية الصلاة السرية وتخدم ضاسة كبيرتين في دوروطا وزيضا شو نركع دي ذي الشيخ لسونسير الشيخ يوثن تكبيرة كان خطر ثاني قيم الشيخ يفتذ يفد كان قائما يفد أدي يوثن تكبيرة وتكبيرة الإحرام السر ذي شمطة صليف الله أكبر تبع ما إلى ذي الصلاة الجهرية أدغاف كثام الزوخ سن ما ذي الصلاة السرية ما غرض الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعد مئة ركعة كعيس مش أنا فك الفاتحة أنا فك التصور اسمي مش أقلك في الإمام صلي أدركته قائما فقضع الطيد لحق الطيد يفد إيش مستكبيرة الإحرام أقلك شو التصور فيس إما توفيت في حالة الجلوس مريقي ما كان يخدم تحية تشهد أيضا إيش بتكبيرة واحدة أقلك شيء في الضغط يريد الله أكبر أكشم يذس بدون أن تكبر تكبيرة ثانية بلا مثل يضد الله أكبر في السنف يشبه ربي الأمر واضح تكبيرة واحدة تجزي في حالة القيام وفي حالة الجلوس